هذا الراجل هذا خصك ترفع له القبعه، حيت انسان متواضع جدا. ومسكين سولوه في الندوه الصحفيه وقال لهم انا اسعد مدرب عربي واسعد مدرب في العالم، يعني فرحان بزاف حيت وصلوا للفينال. وعلى حساب من شكون؟ على حساب كوريا وبسونك وبالعمالقه ديال اللعابه ديالنا اللي كيلعبوا في الدوريات الكبرى، ربحهم بجوج لزيرو. تخيلوا معايا خوذ الاردن اللي كان الفريق مشتت، جا حسين عموته بدل فيه كل شيء من اتيل زاد وزرع فيهم لا غريندا. انا فكروني في منتخب ايطاليا في 2006، شي هذا المنتخب هذا يستحق يدي كاس اسيا. وكما قلت لكم انا فكرني بهذيك لا غريندا اللي فيه المنتخب ديال ايطاليا في 2006، والحسين عموته يستاهل انه يدي كاس اسيا. هذا مدرب وطني اطار وطني من الاطر اللي يستاهلوا يديو جميع الالقاب وتعطيهم فرص، حيت هذا المدرب هذا عطيته فرصه يمشي معك بعيد. شتي هنا فين الصبر كيلعب واحد الدور كبير، انك من كتصبر على شي مدرب راه كيوصلك. كوريا شكون اللي تيدربهم؟ كيدربهم كليزما.